مرحبا بوبي. مرحبا كيتي وجيري. يبدو أنكم تقضون وقتا ممتعا. احترس بوبي، يجب أن تراقب أمامك حتى لا تتعرض لحادث. أوه لا، هل أنت بخير بوبي؟ إنك عالق عند الصخرة؟ هل تعرفان أحداً يمكنه المساعدة؟ مرحباً أمبر، بوبي لا يمكنه تشغيل محركه. فكرة جيدة، الشاحنة الخارقة يمكنه المساعدة. مرحباً كارل، بوبي يحتاج مساعدتك، إنه عالق في وسط البحيرة. كيتي وجيري معه أيضاً هناك. هل تعلم أي مركبة ستكون مناسبة لمساعدته؟ هذه فكرة رائعة! قارب إنقاذ! هذا خيار مناسب لمساعدة بوبي! ممتاز، هيا لننطلق إلى البحيرة. لا تقلقوا، الشاحنة الخارقة في طريقه إليكم. سيقوم الشاحنة الخارقة بمساعدتكم الآن. فكرة جيدة أيها الشاحنة الخارقة. الآن ستتمكن القوارب الأخرى من ملاحظة الصخرة أيضاً. تمسكوا جيداً جميعاً. سيقوم الشاحنة الخارقة بجركم إلى الشاطئ الآن. لا تقلقي أمبر، بوبي سيصل هنا قريباً جداً. أحسنت عملاً أيها الشاحنة الخارقة. أيها الشاحنة الخارقة، هل يمكنك فك كيتي وجيري؟ ربما بإمكان بوبي أخذكم في رحلة تزلج أخرى عندما يتحسن. إنها فكرة رائعة بوبي. هل يمكنك جرهما أيها الشاحنة الخارقة؟ Oh.
أحسنت عملا أمبر. أحسنت عملا أيها الشاحنة الخارقة. أحسنتم عملا في إصلاح هذه الحفر يا رفاق. أوه هنري، عليك النظر أمامك. يا أوه لا، إنكم عالقون. هل رأيت ماذا حدث هلا؟ عليك الاتصال بالشاحنة الخارقة. ها هي الإشارة. هناك تسريب للأسمنت، هل يمكنك المساعدة؟ إلى أي مركبة ستتحول؟ واو، هل هذه هي المركبة التي أتوقعها؟ واو أيها الشاحنة الخارقة، تبدو تماما مثل ثور. هل لديك قدراته أيضا؟ أسرع هنري، ستيف وكريستوفر محاصرون. لا تقلقوا، الشاحنة الخارقة أقصد ثور هنا لإنقاذكم. واو الغبار يغطيكم جميعا. هل لديك فكرة؟ واو إنها عاصفة. واو هاي، إنكم نظيفون مجدداً.
شكرا ثور، لقد أنقذتنا اليوم. وداعا أصدقائي، نراكم لاحقا. كارل المتحول. مرحبا تروي، كيف حالك؟ هل تقوم بإحضار البضائع إلى مدينة السيارات؟ تروي احترس. أوه، هل أنت بخير؟ هل يمكنك أن تتحرك؟ يجب تسليم هذه البضائع اليوم. أنت تحتاج بعض المساعدة بالتأكيد، لكن لا تقلق، يمكننا إحضار كارل الشاحنة المتحولة ليحل محلك لهذا اليوم. سيقوم بالتأكيد بإنجاز العمل. انتظر هنا وأنا سأحضر كارل. مرحبا كارل، قطار البضائع تروي يحتاج بعض المساعدة في نقل البضائع، هل ستأتي معنا؟ ممتاز، دعنا نذهب إذن. أحب هذا المكان كارل. حسناً، إلى أي مركبة سوف تتحول؟ محرك القطار بلا شك. حان وقت التحول كارل. مدهش، انظر إلى هذه الإطارات، واو، تبدو مختلفاً. ممتاز، تبدو مثل تروي تماماً. الآن دعنا نذهب للبحث عن تروي. انظر كارل، تروي قطار البضائع في انتظارنا. إذن هيا بنا. كارل، دعنا نضع العربات على المسار أولا. أحسنت صنعا كارل. استريح تروي، كارل سيقوم بتوصيل البضائع إلى مكانها في الوقت المناسب. لقد وصلنا المحطة الأولى. كارل، انظر هناك، إنه توم، يحتاج الحاوية الأولى التي تحتوي على كل الأجزاء لإصلاح السيارات في مدينة السيارات.
تقدم عظيم كارل. دعنا نسلم الطرد القادم. هي، إنه فرانك شاحنة الإطفاء بانتظارنا. مرحبا فرانك، ها هي حاويتك. الآن المحطة الأخيرة كارل. انظر إنه مات. نحن هنا مات، ها هو الطرد خاصتك. حسناً، أنهينا عملنا. شكراً جزيلاً كارل، أنقذت يومنا. حان وقت العودة إلى المنزل. وداعاً كارل، نراك لاحقاً. مرحباً سام، هناك الكثير من الثلوج، عليك إزاحتها اليوم. انظر إلى تلك السيارات، جميعها تنتظرك حتى تزيح الثلوج من طريقها لتتمكن من القيادة. ها هما أمبر وليلي. مرحباً ليلي. مرحباً أمبر، هل ترون كمية الثلوج الضخمة هذه؟ هكذا هو شتاؤنا. أوه لا سام، هل أنت هنا؟ لا تزعج نفسك سام، هذا قد يحدث لأي أحد منا. أوه لا أمبر، هناك حالة طوارئ خارج المدينة، وهناك مركبة تحتاج مساعدتك. ماذا ستفعلين؟ لا يمكنك التحرك مع كل هذه الثلوج. أنت محقة ليلي، سام يحتاج المساعدة، يجب أن نستدعي الشاحنة الخارقة. ممتاز، إنه كهفك، هنا ستتحول. واو، أنت في كهفك، جاهز للتحول. هل تعلم إلى أي مركبة ستتحول؟ أوه، محراث ثلج، بالتأكيد. واو، انظر إلى نفسك شاحنتنا الخارقة. لنذهب إلى الآخرين حتى نستطيع مساعدة سام في إزاحة الثلوج. انظروا جميعاً، الشاحنة الخارقة هنا لمساعدتنا.
لا تقلق سام، أنت تقوم بعمل رائع. الشاحنة الخارقة يمكنه إزاحة الثلوج بسرعة، وأنت مذهل في إنجاز أعمال أخرى بجانبه، مثل هذا الرصيف على سبيل المثال. الشاحنة الخارقة كبير جداً ليزيح الثلج من هذا المكان، ولكنك مناسب جداً لذلك. مذهل سام! عمل جماعي رائع أصدقائي! لقد نظفتم الطريق بالكامل من الثلوج تقريباً. حان وقت اللعب والمرح الآن! هل أنت ذاهب لبيتك الآن شاحنتنا الخارقة؟ حسناً، شكراً، لقد أنقذت يومنا. هاي، من فعل ذلك؟ وداعاً جميعاً، نراكم في المرة القادمة.